طمن على المنتخب. كل الناس بتسأل المنتخب اخباره ايه، استعداداته ايه، الدنيا ماشيه ازاي، اللعيبه ايه، الجديد مين والقديم ايه، كل حاجه. ومين يطمننا اكتر من كابتن اسامه نبيه، المدرب، مدرب منتخب مصر. كابتن اسامه برحب بيك ويعني سعيد بلقائك، بقالنا كتير ما تقابلناش، لكن دايما بطمن عليكم. حبيبي يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي طبعا لأسرة برنامجك وكل اللي عاملين معاك، وتحياتي طبعا لكل مستمعيك الكرام. حبيبي كابتن أسامة. كابتن أسامة، الناس كلها حابة تطمن على المنتخب، أخبار الدنيا إيه والاستعدادات عاملة إزاي؟ سمعنا عن كذا حاجة في إطار يعني الاتفاقات، لكن رسميا بقى الدنيا ماشية إزاي؟ إحنا الحمد لله بنحمد ربنا توصلنا لاتفاقات نهائية في الأجندة الدولية لشهر مارس. حلو. مع البرتغال واليونان، وكمان في الأجندة الدولية اللي هتكون مشتركة في شهر مايو وشهر يونيو، وتوصلنا لاتفاق نهائي الحمد لله مع المنتخب البلجيكي، المباراة هتكون يوم 6/6. عظيم، ده ختام الاستعدادات. ختام الاستعدادات مع منتخب من المنتخبات القوية جدا في العالم. طبعا، فإحنا الحمد لله زي ما احنا كنا بنطلب بنطلب، اسم مصر دلوقتي موجود على الساحة بشكل أكيد كويس، أكيد بشكل محترم، وبالتالي المنتخبات اللي احنا لعيبه منتخبات كبيره، البرتغال بطله اوروبا، اليونان فرقه من الفرق المميزه في اوروبا، البلجيكا طبعا من الفرق المصنفه عالميا في الفتره دي بشكل كويس جدا، عندها منتخب رائع. ان شاء الله كل المنتخبات دي واي حاجه احنا بنتوصل لها بنقدر نعلنها تباعا في الاجندات الدوليه اللي احنا بنتفق عليها، اي حاجه هنوصلها نبدا نعلنها تباعا يعني ان شاء الله. طيب، الهدف الاساسي من المباريات دي يا كابتن اسامه انك تشيل الرهبه من عند اللعيبه ان هي بتواجه النجوم الثقيله في العالم، الاسامي المعروفه، علشان برضو في كاس العالم رسميا ما يبقاش في حد عنده رهبه. مش عايز اقول لك ان احنا نشيل الرهبه، احنا دلوقتي عندنا مجموعه عناصر مميزه جدا في الدوريات الاوروبيه، وبالتالي هم بيتعاملوا مع كل العناصر اللي هتلاعبها. طبعا ده شيء مفروغ منه. صح. لكن هو اعداد، واعداد جيد جدا، واجنده محطوطه بشكل كويس جدا بشكل محترم. قدر اتحاد الكرة مع الشركة الراعية توفر مباريات على أعلى مستوى، إن شاء الله جاري كمان الاتفاق على مباراة أو مباراتين في الفترة اللي جاية يكونوا برضو مباريات تليق بالمستوى اللي احنا بنأمله. لكن حتة الرهبة لا، خلاص احنا العالم اتفتح على بعضه. حلو. عندنا عناصر مميزة جدا شغالة بشكل كويس، تحتك بأحسن الدوريات في أوروبا، تحتك بأحسن اللعيبة اللي موجودين في العالم، وبالتالي الرهبة متشالة، لأن المحترفين اللي موجودين في القارة حتى في سمرة كانوا بيشتغلوا في أحسن الأندية اللي موجودة في العالم، وبالتالي الحته دي احنا الحمد لله مش موجوده. يعني مش خايفين من فكره انه اللعيب يبقى عنده سنه كده من الحدث العالمي انه في كاس العالم وبتاع، دي مش موجوده. لا طبعا، دي طبعا احترام البطولات العالميه ده شيء واجب اكيد، ورغبه البطولات العالميه ده شيء واجب، ده مش عند المنتخب المصري بس، ده عند كل منتخبات العالم يعني. حلو. ان انت لما بتكون حدث عالمي زي كاس العالم اكيد كل الواحد عنده الدافع والحافز ان هو يظهر باحسن. طبعا طبعا، مش عايز اكلم منهم، احنا كمان رايحين ان شاء الله عندنا الحافز والدافع ان احنا نظهر بشكل كويس جدا ونرضي طموحات جمهورنا وشعبنا في كاس العالم ان شاء الله. حلو قوي. طيب كابتن اسامه، انا عارف طبعا انه مستر كوبر من المدربين اللي دايما بيحتفظ بالقوام الاساسي، يعني فكره انه يغير الجلد دي ما هياش حاجه وارده على الاطلاق ومش في قاموس الجهاز الفني للمنتخب، لكن اكيد في اضافات حطيتوا ايديكوا عليها ان في اسمين ثلاثه اربعه ممكن يكونوا موجودين في المنتخب، حطيتوا ده حتى لو مش هتعلنوا عنه، بس حطيتوا ايديكوا على مين من العناصر اللي موجوده ظهرت في الفتره الاخيره تبقى موجوده؟ احنا الحمد لله عملنا قوام بشكل كويس جدا خلال 3 سنين. حلو. زي ما انت بتقول ان احنا عادة ما بنشتغلش في تغييرات كبيرة أو في القوام دوت. صح. احنا دائما وابدا من اول ما اشتغلنا احنا بنشتغل من حدود من 10 ل 20% من التغيير في القوام. حلو. وبالتالي احنا طبعا الحمد لله مستقرين على المجموعة اللي هتكون موجودة معانا في الاجندة اللي جاية. ومستقرين بنسب كبيرة جدا على المجموعة اللي هتكون موجودة معانا ان شاء الله في كأس العالم. في عناصر بتتألق تظهر بشكل كويس جدا، ان شاء الله يكون عندها الحظ والفرصة ان احنا نديها لها خلال الاجندة اللي جاية والاجندة اللي بعديها باذن الله. عارف الاسامي مش كتير قوي، لكن في عناصر ان شاء الله تاخد فرص خلال الفتره، يعني في عناصر جديده انتوا حطيتوا ايديكوا عليها، خلاص في اسمين ثلاثه موجودين، يعني طبعا هي ان ممكن ما يبقاش رسميا ممكن يتم الاعلان عنه، لكن الناس في الشارع بتجتهد بانه في اسمين ثلاثه كده ظهروا بشكل كويس ودول ممكن يكونوا موجودين في القوام. والله اللي انت بتشوفه الناس كلها بتشوفه. حلو. ربما انت رؤيتك تبقى شويه مختلفه، لكن احيانا الـ 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 الوسط كله بيجتمع على عنصر واثنين وثلاثه واربعه طبعا وخمسه وسته، لكن انت هتقدر تدي مين من العناصر اللي انت اجتمعت عليها او اللي انت استقريت عليها مين جاهز يكون موجود معاكم. طبعا طبعا، فيها احيانا بيبقى فيها صعوبات ان انت تدي 7 أو 8 عناصر مره واحده او 6 عناصر مره واحده،
خصوصا ان انت داخل على معترك عالمي، لكن احنا ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق اللي هيتواجد معانا خلال الفتره اللي جايه واللي هيتواجد بعد كده ان شاء الله. يا رب يكون عندنا فرص نقدر نتيحها للعيبه اللي بتبقى الله يا رب ان شاء الله في الدوريات العربيه او المحليه. كابتن اسامه، اللعيبه اللي مش محترفه في اوروبا، اللعيبه اللي محترفه في اوروبا بيبقى وضعها برضو مختلف نوعا ما، ثقافه التدريبات هناك والدنيا ماشيه ازاي وبتاع، دي حاجه ممكن نحطها على جنب. لكن اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري، بتعتقد انه الانسب للي هيلعبوا اساسي ان هم يبقوا اهلي وزمالك، ولا قصه ممكن يبقى فيه استثناءات؟ يعني في المنتخب قصدك؟ في المنتخب، يعني التشكيله الاساسيه ال11 اللي هيلعبوا في الثلاث ماتشات، تعتقد انه اي حد من اللي موجودين في الدوري المصري وبيتالقوا في انديه بعيده عن الاهلي والزمالك في صعوبه ان هم يكونوا موجودين في ال11؟ لا مفيش صعوبه، لان مفيش صعوبه في دخوله اصلا في المنتخب، مفيش صعوبه في تواجده معاك. وبالتالي طالما تواجد معاك يبقى هو عنده نفس حظوظ ونفس فرص المشاركه للاعيبه الاهلي والزمالك والمحترفين، وبالتالي لا ما فيش حاجه اسمها صعبه. هي احنا طبعا بنتمنى التوفيق للي بيخش، حلو، لان الفرص بتبقى يعني زي ما احنا بنقول الفرص بتبقى وقتها صغير جدا، فبتمنى اللي بيخش يعني يتمسك بالفرصه بقى طبعا، يقدر يتاقلم ويمسك في الفرصه بشكل سريع معانا يعني بشكل سريع. الناس في مصر في المشجعين او الجمهور، وطبعا ما اكترهم الناس اللي في مصر اللي بتحب الكوره واللي فاهمين في الكوره، عندهم حيره في بعض المراكز. الحيره دي كمان موجوده في الجهاز الفني، يعني راس الحربه الصريح، الباك شمال اللي ممكن يكون البديل لعبد الشافي او اللي موجود مع عبد الشافي، نفس القصه بالنسبه لحارس المرمى. تعتقد انه برضو عندكم نفس الافكار اللي موجوده؟ الحقيقه احنا بنحل، يعني ما عندناش، طالما قدرنا نشتغل خلال الفترات اللي فاتت ونحقق من خلال الشغل نجاحات، يبقى انت قادر على الحل في خلال المراحل اللي انت اشتغلت فيها. حلو. الناس بتشوف حاجات كتيره جدا، انت كمان بتشوفها معاهم، لكن طالما انت متواجد وعايش القصه وبتعرف تحلها يبقى احنا ما عندناش مشاكل. يعني مركز حراسه المرمى الحمد لله ما عندناش فيه مشاكل. لا اعتقد ان خلاص الدنيا ابتدت تبقى واضحه، يعني في اكتر من 3 4 اسامي جامدين جدا اليومين دول. لا طالما بتحل مشاكلك اللي الناس بتبدو بالنسبه لها مشاكل يبقى انت ما عندكش مشكله. بس يعني اكيد عندكم صداع يا كابتن اسامه من قصه مثلا راس الحربه الاساسي. يعني تحت راس الحرب عندك 3 لعيبه جامدين قوي، لكن راس الحرب الاساسي عندك مين تلعب بيه اساسي 3 ماتشات تعتمد عليه؟ عندنا يعني احنا اشتغلنا بفترات كتيره جدا باحمد حسن كوكا، اشتغلنا بعمرو جمال، اشتغلنا بكهرباء، في حلول بنقدر نشتغل في عينينا على مجموعه عناصر برضو شغاله في الدوري المصري بتتالق وبتادي بشكل كويس جدا، فانت قادر على الحل، وبنحاول بقدر الامكان نقلل المشاكل اللي الناس شايفاها من وجهه نظرها مشاكل. لكن لو ترجع مثلا لبطوله الامم الافريقيه حلينا طبعا مشوار طويل طبعا، رغم في صعوبات قابلتنا في تصفيات كاس العالم حلينا بشكل كويس. اذا انت طالما تقدر تحل يبقى انت ما بنقولش عايزين نصدر للناس فكره المشاكل المشكله، لا خالص، هي مش مشاكل بس هي بس هي الناس شايفه، هي الناس شايفه وكل حاجه متعايشه معانا، ونفسها نفسها تبقى عندنا اكثر من عنصر في كل مكان وعنصر يكون بالنسبه لها مريح، لكن مش دائما وابدا بيحصل دوت في كل فرق العالم يعني طبعا. فبالتالي الحمد لله بنقدر نحل، وان شاء الله هنحل برضه خلال المرحله اللي جايه، وبنتمنى ان احنا نكون عند حسن الظن ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه. الاسامي اللي حطيتوا ايديكوا عليها اللي هي ممكن تبقى من خارج القوائم الاساسي، تعتقد ان هي ممكن تظهر في اللقاءين الجايين في البرتغال واليونان؟ بنتمنى لهم طبعا التوفيق اولا، وان شاء الله نديهم فرص، نحاول نديهم فرص بشكل كويس جدا معنا ان شاء الله، هم يتمسكوا بالفرصه ويتمسكوا بالفتره اللي هم هيشتغلوا فينا، لان الفتره تبقى ضيقه جدا 4 أو 5 ايام قبل كل مباراه، وبالتالي ان شاء الله تشوفوا عنصر او عنصرين او ثلاثه، عنصر او اثنين او ثلاثه في الماتشين اللي جايين دول ان شاء الله. شاء الله. طيب كابتن اسامه، اخيرا عشان ما اطولش عليك، انتوا بينكم وبين نفسكم حاطين طموحات انه انا عايز اتخطى الدور الاول، عايز اخش دور الثمانيه، عايز اخش دور الستاشر، انا مش فارق معايا الارقام لكن انا عايز اظهر بشكل كويس، حاطين لنفسكم شكل ولا يعني خلينا نعمل اللي علينا ونسيب النتيجه دي على ربنا؟ بص يعني اقول لك ان احنا رايحين نوصل لابعد نقطه، ايه هي ابعد نقطه انا مش عارف. حلو. برضو في كاس الامم الافريقيه حد سالني نفس السؤال، رايحين كاس الامم عشان ايه؟ قلت له رايحين نوصل لاخر المحطات في كاس الامم. جميل. ايه هي اخر المحطات انا مش عارف. حلو. لكن اللي انا اعرفه كويس ان احنا هنبذل اقصى جهد عندنا، هنكافح، هنشتغل لحد بكل ثانيه عندنا وكل لحظه عندنا عشان نسعد شعبنا ونسعد جمهورنا اللي مستني مننا، عنده امال وعنده طموحات،
تمشي في الشارع تقول لك يقول لك دور ال 16 تمشي في الشارع يقول لك دور ال 8 أيوه. تمشي في الشارع ليه لا في كلمه ليه لا ليه لا طبعا في احنا شعب بطبيعته طموح شعب بطبيعته عنده اصرار شعب جدا. بطبيعته عنده رغبه وبالتالي طول ما انت ماشي طول ما انت بتسمع الحافز بيزيد عندك والدافع بيزيد عندك فنتمنى ان احنا نوصل في المرحله في كاس العالم اللي لا ابعد الحدود هتقول لي هقول لك انا محدد تارجت استحاله حد من فرق العالم اللي رايحه دي يعني هتلاقي في 3 4 فرق محدده اخد كاس العالم دول 3 4 بالكتير يعني بالظبط كده هل هو ظروفه اثناء البطوله ما في فرق ظروفه اثناء البطوله في فرق في العالم كثيره جدا المانيا الارجنتين اسبانيا البرازيل كل دول فرق من الفرق المصنفه بلجيكا اللي احنا هنلاعبها بالظبط كده مؤهله برضو مرشحه جدا طبعا حالتك اثناء بقى البطوله نفسها عامله ايه صح بتلاقي مفاجآت كتير ناس كبيره وفرق عظيمه بتخرج من الدور الاولاني بتلاقي 8 9 مش في حالتهم فبتلاقي الفرقه وحشه بالزبط. طبعا لكن في ناس عندها طموحات في ناس عندها اصرار ورغبه لكن حالتك اثناء البطوله هي اللي هتتحكم في رغباتك واصرارك ورغبتك كابتن اسامه اخيرا خليني اسالك على حاجه وقول لي يعني تتفق معايا ولا لا الطريقه اللي البعض انتقدها في لعب منتخب مصر اللي هي الكاونتر اتاك او انك بتامن دفاعيا وبتلعب على كاونتر اتاك وسرعات لعبتك هل من الممكن ان هي تكون سلاحك الاقوى في كاس العالم مش عايز بس اقول لك ان احنا بنعمل ده بس اكيد انا فاهم بس يعني هل من الممكن دي الناس شايفه حاجه معينه وتحاول تثبتها لكن احنا بنعمل حاجات احنا مقتنعين جدا بالشغل اللي احنا بنعمله مش الطريقه بس اللي الناس شايفاها لكن احنا بنعمل حاجات كتيره جدا جنب الشغل دوت ان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف حاجه احسن وحاجه افضل مع الشغل اللي احنا تماما مقتنعين بيه واللي بالفعل محقق معانا نتائج رائعه الفترات اللي فاتت ان شاء الله الفتره اللي جايه نغير ونطور ونشتغل على الحاجات الاساسيات اللي احنا كنا شغالين عليها من فترات كبيره ان شاء الله يحصل اداء بشكل مميز خلال المرحله دي يا مسهل انتوا هتسافروا امتى خلاص انتوا قبل الماتش بايام يعني بالظبط كده لان الاجنده كلها 8 ايام هتكون عندنا بدايه من يوم 19 ليوم 28 حلو المباراه الاولى 23 والمباراه الثانيه 27 ايوه ان شاء الله باذن الله نتواجد في سويسرا من 19 او 20 بكتير حلو قوي كل التوفيق كابتن اسامه وبتمنى لك يا رب ان شاء الله تحققوا كل احلامكم السنه دي لانه فعلا الطموحات كبيره جدا في مصر السنه دي اتمنى ان شاء الله ان انتم تظهروا بالشكل اللي انتم بتحلموا بيه شكرا ليك بشكرك جدا كابتن اسامه نبيه مدرب منتخب مصر دايما كده متالق ودايما بيوضح لنا الامور الحقيقه كل ما اساله عن حاجه دايما بيوضح لنا الامور بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه نبيه مدرب منتخب مصر